معانا دلوقتي مداخلة دكتور سعيد عامر الأمين العام للدعوة بالأزهر. مساء الخير يا فندم. قد الله مساءكم، يا مرحبا. الحقيقة أثلكتم صدورنا بهذا البيان، بيان الأزهر الشريف لتحريم التحرش. شاكرين لكم، بارك الله فيكم. يعني عايزين تفاصيل من حضرتك لهذا البيان وعدم تبرير سلوك المتحرش يا فندم بملابس الفتاة، يعني نسمع من سيادتك التفاصيل. بنحييكم وبنحيي ضيوفكم الكرام والمستمعين جميعا. أهلا وسهلا. وبنشكر لكم اهتمامكم بهذا الموضوع الذي اعتنى به الأزهر الشريف عناية بالغة. أولا الأزهر الشريف بقيادته الحكيمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد طيب حفظه الله بيكون له السبق دائما في جميع المناحي ونواحي هذه الامور، فمن من من هذا السبق هذا الموضوع الذي يعني ظهرت مفاسده ومساوئه، واصبح ما كنا بنسمع عنه في دول اخرى بنسمع عنه الان في مجتمعنا، فاصبحت هذه ظاهره لابد لها من وقفه ولابد لها من بيان وتشخيص الداء ووصف الدواء وبيان أسباب المشكلة. أسباب المشكلة لا تكمن فيما حضرتك ذكرتيه من لبس المرأة أو ارتداء جعل ملابس الفتاة أو سلوك الفتاة إلى غير ذلك، هذا لا يسوغ لأي ذئب من الذئاب أن يرتكب هذه الجريمة أو يجعل له مسوغ أو سبب أنه يتحرش بها إشارة أو لفظا أو فعلا. لأن هذا أصلا ينبع أولا من عدم خوفه من ربه وعدم وجود الضمير في الحي وعدم وجود الإيمان في قلبه الذي يجعل هذه أخته، هذه بنته، هذه عمته، هذه خالته وهكذا. فلو اعتبر هذا الاعتبار ما تقدم وما تحرش بأحد، لأن رب العالمين قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. في قضيه عامه سواء كانت مرتديه لزي فيه احتشام او ليس فيه احتشام، هذا امر لا يسوغ له ان يرتكب مثل هذه الامور، ان التحرش يكون بملابس الفتاه بسبب ملابس الفتاه او غيرها، هذا فهم مغلوط، ولا بد من الاخذ على ايدي هؤلاء، لان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران.